ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ سوري عشان اتأخرت عليكم شوية، عم انزل فمعلش، بس تمام يعني كده اصلا خلصت خدت الاجازة وكده، فالفترة اللي جاية هكون موجودة معاكم كتير قوي. فوالنبي والنبي وصلوني 1000 مشترك قبل العيد، يعني حقيقي هفرح قوي. تمام، ما علينا، اعملوا لايك بس الاول وسبسكرايب، يعني انتوا مش خسرانين اي حاجة. اي حاجة، عارفة ان في ناس كتير بتسمع الكلام ده وبتطنش. طب ليه؟ عايز افهم، هدي حقيقي بجد عايز افهم، استفدتوا ايه؟ عملتوا لايك او ما عملتوش؟ خسرتوا ايه؟ ولا خسرت اي حاجة، دي تكة منك، تكة منك حقيقي هتفرحني. تمام، ما علينا، خلونا نشوف فيديو النهاردة اللي هو هعلمكم فيه رسم الحواجب بكذا نوع ليها، يعني كذا طريقة. في ناس حواجبها بتبقى واقفة كده، ناس حواجبها بتبقى خط، ناس حواجبها بتبقى كده، ناس حواجبها رفيعة، ناس حواجبها خفيفة تقيلة. فهعلمكم كده ايه شوية طرق حلوين. تمام، طيب قبل ما نرسم هناخد كده شوية رولز. طبعا انا ملزقة الورقة يعني كالعادة، مش بعرف ارسم من غير ما الزقها اهو اللزق. ما علينا، هقولكوا كده شوية رولز. اول حاجة ان احنا مينفعش نعمل خط، احنا بنحدد الشعر بعد كده بنعمل شكله بعد ما نكون مالينا الشعر. تمام، خلاص دي الحاجة اللي عايزة اعرفها. كنت هبدأ دلوقتي نبدأ نشتغل على اول نوع حاجب عندي اهو. بصوا، اول نوع مثلا، يعني هو في انواع كتير جدا من الحواجب، هحاول اقول لكم اكتر حواجب، يعني هحاول اقول لكم كذا طريقة للحواجب. اول نوع اللي الناس بيبقى حواجبها خفيفة قوي، تبقى خط كده دايركت، هي مثلا تبقى كده. انا هعمل شوية شعر، معلش يا جماعة بس بخبط فقوم بفتح قشطة. المهم قعدنا نعمل شوية خطوط كده 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 ايوه كده. بعد كده بقى بالخط بنتقل الحروف وبنكون كوننا الشكل اهو. بنملى شعر 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 شعر، مش خطوط، شعر كده، يعني بطلع شعر من الجذور، تفهميني؟ لو طلع فوق حاجة بسيطة عادي اهو. شعر 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 شعر، يعني من ليه شعر؟ خلصت عند كده؟ لا طبعا، لسه حاجة هي بالنسبة لي أهم حاجة. استنوا كده، اوه منديل، استنوا اقطع منه حتة صغيرة واجيلكوا. قطعت حتة صغيرة وعملت الكفتة بتاعتي اللي انتوا عارفينها عادي، وهقرب كده اهو بنفس الخط اللي انا كنت ماشية بيه اهو. هو لا حقيقي فرقت، خلصنا التحديد ده. طبعا مفيش حد حواجبه بتبقى سايحة كده، فهنجيب بقى الجمة ونبتدي من فوق، يعني الحاجات اللي هي فوق قوي دي نظبطها بس اها، على حسب الشكل برضو اللي انا ايه اوريدي عايز ايه. تمام اهو، ظبطنا بالجمة. سيبوكم من رقم 1 اللي دخل في الموضوع ده، بس بصوا الحاجة بشكله حلو جدا. تعالوا نشوف نوع تاني كده، خلونا نبعد عن رقم 2 عشان ما تغص معانا. برضو في الاول بنعمل شعر، بس خلينا نعمل الشعر بغاية القبة اللي هو يبقى في النهاية، ده الشكل النهائي دي. تمام اهو، بصوا شعر برضو بس طالع لفوق. تمام ايوه، بيكون كده هو ده. نبدأ بقى نشوف عايزين خفيف ولا تقيل. تعالوا نعمله خفيف، بعد كده نعمل نفس الشكل تقيل اهو. خفيف هيكون كده، هعمل شوية شعر كمان على نفس على نفس الطريقة، بس يعني حبة صغيرين اهو الطريقة دي.
عارفة انه مبقاش خفيف قوي يعني بدأ يدخل على تقيل، بس تمام. وهنجيب الحاجة بتاعتنا، مناديلنا الحلوة، الكفتة بتاعتنا، وهنسيح. بصوا على نفس الخط، ناخدها خط كده طول. ايوه كده اهو، كده اهو. بصوا ساحت ازاي بمنظرها حلو بالجمعة. هشيل الزيادات، اوف انا شلت كتير اوي، بس ماشي، احنا اصلا كنا عايزينه خفيف صح؟ انا شلت كتير جدا، فخلينا تقل سنة. وكده ده الشكل التاني اهو، كده عملنا شكلين. تعالوا نجرب واحد كمان كده سوا اهو. بنفس الطريقة دي، بس عايزين حاجة تخينة، اللي هو برضو بنعمل في الأول خط كده مكون من الشعر على شكل قبة. بعد كده بقى هنعمل خط كده اهو. اهو، ومن جوه اهو شوية شعر في شعر في شعر. كده ايه، نغطسها كده شعر، تمام، نخليها مكونة من شعر، عارفين اللي هو ايه، نبين ان الخطوط دي عبارة عن شعر، ما نبينش انها عبارة عن رسمة كده وخلاص، لا نبين انها عبارة عن شعر. دي الصح دي الغلط، تمام. وهنبتدي نجيب الجمعة جاي معايا انها جمعة، هنجيب الكفتة، انا سميتها كفتة خلاص. ونعمل كده اهو حاجات بسيطة اهو، ونبدأ بالراحة كده واحنا بنشيل عشان ما يحصل لناش مشاكل وما تبقاش خفيفة قوي زي اللي فاتت، تمام. كده معانا 3 انواع، يعني كل واحد وحواجبه. تعالوا نشوف اخر نوع، بيكون عبارة برضو عن خط بس بيكون طالع ونازل كده ببوزة، ودي ناس كتير اوي حواجبها كده على فكرة، حاجة مش وحشة، حواجب حلوة اصلا. هنملي شعر ونبتدي نحدد الشكل. الكفتة بتاعتنا ديها مسحة كده اهو. طبعا بصوا السياحين اللي هو من غير الجمعة انت هتبقي ضعتي خلاص، انت كده ضعتي لو ما ظبطتيش بالجمعة، وتكون جمعة رفيعة، يعني مثلا جمعة قلم، جمعة فحم، في حاجة اسمها جمعة فحم، انا كنت بستعملها بس حاليا مش موجودة معايا، تمام. اهو الشكل النهائي. ممكن كنا نعمله كده، حد يقول لي ممكن كنا نعمله كده بخطوط تقيلة كده،
ولا كأنها شعر، كأنها خطوط. وكنا برضو هنسيحه بالكفتة بتاعتنا، وكنا برضو هنمسحه. في فرق؟ اه طبعا. بص دي تحس ان شعر طالع، بص دي خطوط. فكده الأشكال النهائية اهو، ده واحد. الأشكال النهائية اهو اتنين. الأشكال النهائية اهو تلاتة. الأشكال النهائية اهو أربعة. أنا عارفة إن الكورس ده هيكون سهل، معظم الناس بتعرف ترسم حاجب أصلا، بس أنا حبيت أبدأ معاكم من الصفر، أعلم كل حاجب. كرسي جديد البق، كرسي جديد المناخير، كرسي جديد الودان، العين كذلك. وبعد كده نبتدي سوا نرسم بورتري كامل، نحاول نرسم ممثلين. ف يعني طريقنا سوا لسه كبير وطريق طويل، فعشان كده اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يجيلكوا اشعار. تمام. ومن فضلكم من فضلكم وصلوني 1000 مشترك قبل العيد. يلا باي.